بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا رسولا فيوحي بإذنه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وكذلك أوحينا إليك روحا
فيما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي وإنك لتهدي ألا إلى الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء ألا إلى الله تصير الأمور.
صدق الله العلي العظيم.